ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ونقاش واسع حوله، يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الدكتور فالح الخطاب، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك. كما وينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي. مرحبا بك سيد هادي. أبدأ معك دكتور لو سمحت لي. عراق ما بعد يعني سقوط نظام صدام يفترض أنه عراق الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الصحفيين إلى آخره، لكن نلاحظ أن هناك تكرار في عملية استهداف الصحفيين ومكاتب القنوات من خلال إغلاق مكاتب قناة الحرة في العراق، على خلفية انتقاد برنامج ينتقد فساد في الوقفين السني والشيعي وليس في وقف سني أو شيعي. بماذا تعلق على هذا الإجراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حضرتك ربطت الأوضاع بما بعد 2003، وهذا جيد، لأنه أمريكا عندما جاءت للعراق لاحتلاله كلنا يعلم قضية أسلحة الدمار الشامل، ثم أنها لما لم تجد، وهي تعلم أنها سوف لن تجد، قالت نحن جئنا لنشر الديمقراطية. الديمقراطية ماذا وجدنا فيها؟ وجدنا فيها ما يسمى حرية سياسية، تمثلت الآن مثلا في مئات من الأحزاب السياسية التي يعلم الجميع أنها دكاكين سياسية عبارة عن مصالح. ثم نتج عن هذا أيضا شيء عارض آخر، اللي هو حرية ما يسمى حرية الصحافة. نعم، شهدنا ظهور العشرات بل المئات من القنوات الفضائية والصحافة والكذا. الناظر لهذه كلها يعني يرى، يقول أنها عبارة عن حرية وشيء لم يوجد من قبل، ولكن في الحقيقة هو عبارة عن يعني شيء من الفوضى التي تعكس في داخلها أو في أحشائها حقيقة الواقع الذي وجد بعد العام 2003. الواقع الذي وجد هو محاصصة، هاي المحاصصة تكرست مع الأيام، صار أصبح لها نفوذ، رجالات أعمال، رجالات مال، رجالات سياسة، ميليشيات، كل واحد يعني كل جهة من هذه الجهات أصبح لها إعلامها الخاص، ثم أصبحت هناك مصالح مقدسة لا يمكن المساس بها، ونشأت طبقات من الصحفيين داخل هذا البلد، كل واحد أو كل مجموعة تدافع وتنافع عن مجموعة أو طبقة معينة. قلة قليلة من الصحفيين حاولوا أن يخرجوا من هذا الإطار ويتكلموا عن العراق ومصلحة العراق. هؤلاء وجهوا حقيقة بمضايقات وبتهديدات لها أول وليس لها آخر، ونعلم أنه منذ فترة مبكرة جدا قتل العديد من الصحفيين. نذكر مثلا أطوار بهجة التي قتلت بطريقة وحشية ولم يتكلم أحد عن قتلها ومن قتلها، وتلا أطوار بهجة العديد من الصحفيين الذين قتلوا بطرق وأشكال متعددة. لذلك لا يمكن الحديث عن حرية صحفية، إنما عن حرية لأصحاب المحاصصة الذين يعني يتكلمون وفق ما يريدون ووفق ما تشتهي مصالحهم. سيد هادي جلو مرعي، مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا. سيد هادي، المرصد يعني يقف دائما مع حرية التعبير ويدافع بكل ما أوتي من قوة عن حرية الرأي، لكن لماذا حملتم هيئة الإعلام مسؤولية سلامة أمن العاملين؟ أليس من الأولى أن تخاطب وزارة الداخلية لحماية العاملين؟ لأنه هيئة الإعلام والاتصالات كرست الأمر ورسخته وأثبتته وقررت بقرار منها إدانة قناة الحرة، وبالتالي أصبحت المسؤولية القانونية على هيئة الإعلام والاتصالات لأنها صاحبة القرار. الجهات الأخرى جميعها يعني انتقدت وطالبت بالاعتذار أو طالبت بإغلاق القناة، ولكنها ليست صاحبة قرار. بمعنى آخر أن الجهة الرسمية المعنية بإغلاق القنوات الفضائية وتنظيم عمل القنوات الفضائية وسائل الإعلام ومنح رخص البث، تراخيص البث، هي هيئة الإعلام والاتصالات، وهي التي أصدرت هذا القرار تعليق عمل الحرة لـ30 أو 90 يوما. وبالتالي هيئة الإعلام والاتصالات معنية بالأمر تماما وتتحمل المسؤولية القانونية والمهنية والأخلاقية عن هذا الأمر، ولكن أنا أعتقد أنه هيئة الإعلام والاتصالات أصدرت هذا القرار وفقا لمعايير الضغط وليس لمعايير المهنة، لأنه قنوات عديدة تقوم ببث تقارير وأنشطة ومعلومات، ولكن ضغط من أي جهة لو سمحتم؟ ضغط من أي جهة؟
الضغط الذي حصل خلال الأيام القليلة الماضية في الإطار العام لوضع الدولة العراقية، القوى السياسية، القوى النافذة، يعني القوى التي تتحدث والتي تصدر بيانات والتي تجتمع والتي تقرر والتي تقيم مؤتمرات صحفية وتندد وتتوعد، بالتالي هيئة الإعلام والاتصالات أصبحت أمام ضغط عام جعلها غير قادرة على أن تصمت، وبالتالي يجب أن تصدر توضيحا ما. عدا عن ذلك فأنا أقول لك بصراحة، لأننا نتحدث بصراحة وبمبدأ الحرية وحرية التعبير، يعني نحن أنا شخصيا أعتقد أنه إذا كان هنالك مساس بمرجعية دينية سواء كانت سنية أو شيعية أو حتى لو كانت لأطياف دينية أخرى كالمسيحيين اليزيديين الصابئة، هذا طبعا مرفوض لأنه يؤدي قيم التعايش والتسامح في المجتمع، وبالتالي نحن لا نريد من وسائل الإعلام يعني أن تقوم ببث مثل هذه التقارير. يعني أنتم الآن قناتكم لا تبث، لم ألاحظ في يوم من الأيام بث التقارير من هذا النوع، ربما خشية. أنا لا أعني أن التقرير الحر مهنيا هو مرفوض، ربما فيه بعض الإشارات التي قد تكون ليست مرفوضة وفقا لمعايير العمل المهني، ولكنها مرفوضة وفقا لواقع العراق ولطبيعة البنية المجتمعية والثقافية والعقيدية في هذا البلد، وطبيعة التزاحم الطائفي والعرقي والصراع السياسي وما يعانيه البلد من مشاكل. لكن وفقا لمعايير المهنة أيضا ليس من المنطقي إغلاق مكتب أي قناة. اليوم بالمناسبة اليوم ظهرا يعني رئيس مجلس محافظة صلاح الدين السيد أحمد الكريم قام وعناصر من حمايته بالاعتداء على عدد كبير من الصحفيين، مثلوا العديد من القنوات الفضائية التابعة لأحزاب وجهات سياسية، وضربوهم وأشروا السلاح في وجوههم، وكانت جريمة شروع بقتل. وأنا شخصيا طالبت من خلال عدة قنوات فضائية اليوم، طالبت هؤلاء الصحفيين برفع دعوى قضائية ضد السيد الكريم وعناصر حمايته. لهذا السبب أنا أقول أن القضية تجتمع على جملة معاني متصلة بوضع العراق السياسي ووضع العراق الطائفي، وضع العراق فيما يتعلق بظروفه ومعطيات ما يجري على أرضه. ولذلك كما ذكر السيد الضيف العزيز عن قضية أطوار بهجت التي قتلت وآخرين كثر قتلوا من الصحفيين، قد يصل عددهم إلى 500 صحفي، الكثير منهم غيبت الحقيقة في مقتلهم ولم يكشف النقاب عن ظروف قتلهم ومن قتلهم ومن يقف وراء هذا القتل في ظروف أرجو وجوده. أرجو أستاذ هادي نتوقف هنا قليلا لنتحدث مع الدكتور فالح. على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية في العراق، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت مؤخرا تصنيفا تعده منظمة مراسلون بلا حدود، وفي هذا التصنيف حاز العراق على المرتبة 56 بعد 100 من بين 180 دولة. العمليات العسكرية انتهت، والأستاذ هادي ذكر مثالا مهما الآن حول كيف يتم التعاطي مع هؤلاء الصحفيين بالاعتداء عليهم. لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ يعني وصلت الأمور إلى يعني الصحافة ليست بعيدة عن أجواء السياسة في العراق، ليست بعيدة عن الواقع العام في العراق. الواقع العام في العراق يتدهور بشكل كلي، يعني لا يوجد هناك مساحة، هذا ليس تشاؤما، لكن لا توجد مساحة واحدة في العراق توحي بأن الأمور طيبة أو تمام. كل الأمور تدعو إلى التشاؤم، الانحدار عام. والصحافة طبعا مهمة جدا، الصحافة مهمة جدا، ومن إذا كان هناك ديمقراطية وهناك سلطات راغبة بالحرية وازدهار المجتمعات في أي مكان، هي حريصة على نشوء صحافة لأنها الوجه الذي يعبر عن هذه الديمقراطية. نعم. والعكس صحيح أيضا، إذا كان هناك نية مبيتة للتدمير وللفساد والانحطاط، فمن مصلحتها أن لا يكون هناك صحافة. الصحافة في العراق هي أول الضحايا لأنها الصوت الذي يعبر عن واقع ما يجري. أخي الكريم، اليوم الصحفي لا يستطيع أن يعمل. يعني تخيل في العراق الآن، ويمكن الأستاذ هادي أكثر مني على شرح هذه النقطة، في العراق الآن حتى يقال أن أحيانا يعني يتم فبركة أمور ضد رجال الصحافة على أنهم اعتدوا على رجال الأمن. يعني تخيل أنت العكس، يعني الصحفي يعتدي على رجل الأمن، ثم برزت قضايا كثيرة. يعني الصحفي لا يعلم من أين يتلقاها، يتلقاها من السلطة، يتلقاها من جهات مثلا، لكن تتخيل حتى العشائر بدأت تدخل لأن أحد أبنائها الذي هو مثلا من العشيرة الفلانية صحفي تعرض له، تدخل العشيرة بقبضها وقضيضها، ترفع عليه دعاوى. يعني أنت عندك ثم الجيوش الإلكترونية الآن، أنت هناك ظاهرة غريبة جدا، صحفي مثلا قد يهدر دمه، ثم تأتي وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة من قبل ميليشيات معينة وهيئات معينة وتصنيفات معينة وسلطات معينة أحزاب معينة،
كل هذه كما يسمى الدواب الالكتروني، الجيوش الالكترونية، كلها تحلل دم هذا الصحفي وتعرض به. أنت أمام حالة خطيرة جدا. يعني أي تصنيف إحنا ربما في يوم من الأيام سنصحو على أننا خارج التصنيفات كلها. طيب سيد هادي، الحرة عراق كما تعلمون أنها هي من قامت بالتغطية الإعلامية لاحتلال العراق عام 2003 بمباركة السياسيين الحاليين. الآن الحرة عراق تعمل بشكل غير مهني كما وصفته المؤسسة، مؤسسة الإعلام أو هيئة الإعلام والاتصالات. سيد هادي، هل موضوع كشف الفساد حتى وإن طال جهة دينية يقابل بالإغلاق أو ربما بالقتل؟ شوف أنا يعني اسمح لي أن أقول بصراحة أنه التقرير الحرة ركز كثيرا على الوقف السني، وكان بداية التقرير ركز على الوقف السني. لم نجد اعتراضا من السنة ولا الهيئات السنية، ولم يتحدث أحد من السنة، ولم يصدر بيان من قوة سنية، مع أنه التقرير كان يركز على الطيف السني في الموضوع وعلى عبد اللطيف الهميم بوصفه رئيسا للوقف السني. وفيما يتعلق بالوقف الشيعي، يعني أنا أعتقد أن السياسيين الذين هبوا للحديث عن هذا المعنى وركزوا على موضوع المرجعية هم لم يكونوا أيضا يدافعون عن الوقف السني. الوقف السني والوقف الشيعي في النهاية هما تان ربما تنفيذيتان أو مؤسستان يعني تعملان وفق معايير مقررة من قبل الحكومة والبرلمان ووفقا للدستور، والفساد ومحاسبة المفسدين وقضايا الفساد فيهما قديمة وليست جديدة، وظهرت العديد ربما من الاتهامات للوقفين خلال السنوات الماضية. لكن التركيز على موضوع المرجعية العليا في النجف الأشراف أعتقد أن فيه نوع من المبالغ السياسي من بعض الجهات السياسية، وإلا المرجعية حتى اللحظة لم تتحدث في الموضوع، لم يصدر بيان على المرجعية يقول أنه تم الإساءة لي، خاصة وأن المرجعية في مواقف عديدة لم تقل أنها تريد من أحد أن يدافع عنها وأنها تتعرض لهجوم. يعني في الواقع أنا أعتقد أن هنالك استخدام سياسي لتقرير الحرة من قبل جهات سياسية بعينها لأغراض مرتبطة بأوضاع سياسية معينة، بظروف معينة يعيشها البلد، وبالتالي يعني أسهم تقرير الحرة والضوضاء التي رافقت تقرير الحرة في إحداث البلاء وجلبة البلد على المستوى الإعلامي والسياسي أغنى السياسيين عن الإجابة عن كثير من الأسئلة المحرجة فيما يتعلق بقضايا أخرى محلية وداخلية، وأنتم تعرفون ما الذي جرى خلال الأسابيع الماضية من تداعيات سياسية وغير أمور. لذلك أنا أعتقد أن تقرير الحرة استخدم سياسيا، والمرجعية في النجف والسيد السيستاني في النجف بريء من هذا التقرير، أو بمعنى آخر بريء من موضوع رفض التقرير والبلبلة التي حصلت على التقرير. يعني المرجعية لا تطالب من أحد أن يدافع عنها بصراحة. أنا أقول لك ذلك وأنا أعيش في العراق، لا أعتقد أن المرجعية هي التي طالبت من السياسيين أن ينتفضوا لها. وأذكرك بشيء، السيد السيستاني طوال سنوات يرفض لقاء السياسيين. لماذا يرفض لقاء السياسيين؟ هم نفس السياسيين الذين ثاروا على الحرة دفاعا عن المرجعية، نفسهم مرفوضين في مكتب السيد السيستاني ولا يستقبلهم السيد السيستاني. وقبل أسبوع واحد سيد هادي أشكرك على هذه الإجابة، لكن دعني أنتقل للدكتور فالح بسؤال. يعني السؤال الذي يطرح نفسه الآن، من الذي يقوم بعمليات القمع التي تبدو أنها منظمة للوصول إلى نتيجة مهمة، وهي الحصول على إعلام أو صحفيين أو ناشطين إعلاميين يقولون ما تريده تلك الجهات ويعبرون عن أهدافها؟ هل هذا ما تريده تلك الجهات؟ بالتأكيد هذه الجهات تريد أن تغلق الأفواه، تريد أن تقوم بما تقوم به بحرية بدون شوشرة إعلامية بين قوسين، بدون أن يأتي تحريض كما يسمى. يعني دائما الصحفي يتهم بأنه يحرض الناس. يعني أول ضحايا انتفاضة البصرة، عندما قامت المظاهرات البصرة نجد أن الصحفيين كانوا في مقدمة من تمت قمعهم. لماذا؟ لأنه الصحفي عادة ينقل الصوت، صوت الضعيف، صوت المظلوم، وبالتالي صاحب الفاسد والجهات الفاسدة والجهات التي تريد أن تتحكم في المشهد كله لا تريد لأحد أن يعكر عليها هذا الجو. ونعلم جيدا أن الصحافة مهمتها الوحيدة أو الكبيرة أو الأهمية الأساسية هي أن تقول الحقيقة وتكون صوت الناس وضمير الناس. هذا لا يريده أصحاب الفساد والفاسدين الذين يريدون أن يستحوذوا على الكعكة كلها
ويريدون أن يكون لهم أصوات مؤيدة، مكياج يعني يطلي على 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 المشهد ألوان زاهية، وفي الحقيقة هو أسود اللون وخراب. وكما نعلم الحال في المجتمع العراقي حال بائس جدا، ولكن هناك بعض الصحفيين من المدعومين متنفذين من العملية السياسية هذه، مدعومين يعني يصورون الأمور على غير الحقيقة. فإذا برز صحفي يقول لا ويقول أن الأمور ليست هكذا، سيواجه بالقمع والتشديد. سيد هادي، مسألة اغتيالات الصحفيين وأصحاب الرأي العام كان ربما لن يكون الأخير، المرحوم على مجدوب. في هذا الإطار كيف تصف لنا الجو العام الذي يعيشه الصحفيون وأصحاب الرأي في العراق؟ فقدنا الاتصال بالسيد هادي جلومرعي على يد حال رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية. شكرا جزيلا لكم سيد الكريم. دكتور فالح، يعني اغتيال الصحفيين كان آخرهم على مجذوب، ما هو الجو العام الذي يعيشه الصحفيون في العراق وأصحاب الرأي العام؟ هذا ربما هذا سؤال مهم. الصحفي يعيش في هاجس القلق والخوف. نعم. الخوف من مصادر مجهولة كثيرة متعددة، لا يعلم من أين تأتيه الضربة، من الدولة، القوانين لا تحميه، لا تحمي الصحفي. بالحقيقة هناك أكثر من جهة تطالب بالقصاص من الصحفي. نعم. هناك ميليشيات، جو البلد هو كله ميليشيات، سلطات، قوى كثيرة، رؤوس كثيرة، حكومة ضعيفة. طيب. فأنت أمام حالة الصحفي عندها إما أن يلجأ إلى الصمت وإلى الخوف، وإما أن يلجأ إلى الرقابة الذاتية، وعندها سيكون الأمر هكذا. يعني في كل الأحوال الصحفي يعيش حالة من فقدان القدرة على أن يقوم بواجبه، وواجبه الأساسي هو أن يبين للناس ما يمكن أن يوضح لهم الطريق وينير لهم الحقائق في مجتمع يعني يزداد قتامة يوم بعد آخر. شكرا لك دكتور فالح الخطاب، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا.